في كتير من التواريخ اللي بتعلم بحياتنا، أي تاريخ أكتر شيء معلم بذاكرتك لليوم؟ 4/12/2015. 4/12/2015. ليش هالتاريخ تحديداً؟ إنه كان تاريخ مصيري ضمن العادات والتقاليد. اتصل بأهلي، أخذ موعد وحددوا هالنهار وإجا. أنا بس إجا أهلي قعدوا معه شوي بالأول، بعدين أنا فت وقدمت له القهوة. أنا قلت، كنت حاطة ببالي إنه بعمر 44 يعني اختيار هيك مهرتك كبير كتير. أنا قلت بقدم القهوة، بعد شوي ما عجبني بقوم بحمل حالي وبفل. ما حدا بيجبرني أقعد وبفل خلص، بأنه هذا جوابي إنه أنا ما بدي إياك. هذا كله سيناريوهات قبل ما يدق العريس الباب. قبل ما يدق الباب. مظبوط. طيب لما دق الباب؟ ما شفته، كنت بالمطبخ، ما كنت حابة أشوفه بالأول. أهلي فتحوا له، استقبلوا. أنت قديش كان عمرك؟ كان عمري 18. أنت عمرك 18، هو أكبر بكتير، وأنت مخبية بالمطبخ؟ سمعت صوته بس. بس سمعت صوته صرت أرجف، خفاني من إني أشوفه. شو حتى براسك بدك تشوفه؟ ختيار بشع، مهرتك مش شخصية أبداً، كبير بالعمر. بعد شوي طلعت الماما وندهت لي، قالت لي إجا إنه فوتي، يعني ما حبيت تقلي شيء لحتى ما تصدمني أو شيء. قدمت القهوة؟ قدمت له القهوة وقعدت. كيف صرت تخططي لتنسحبي؟ كنت أنت قبل ما يجي عم خططة إنه؟ كنت بالأول مخططة لأنسحب، بس لما فت وقعدت راحت الأفكار كلها. راح شيء وإجا شيء تاني. والختيار المهرقل راح كله كله. انت ختيار راحت نرمين واجت نرمين جديدة. والعريس هو نفسه؟ العريس هو ذاته، بس طبعا غير كليا. شو طلع لما شفتي على ارض الواقع؟ اوه قلبي صار يدق بسرعة. واكبر طلع؟ لا كبير، كبير كتير بيني بيناتنا في فرق. يعني الواقع طلع لما شفتيه، طلع الواقع أكبر؟ أكبر من ما متخيلة. قدمت القهوة وقعدت، هني قعدوا يحكوا أهلي وهو، وأنا قاعدة عم بسمع وهز براسي، بس طلع يعني حتى ما كنت طلع في كتير، كنت خجلانة. والخوف راح، هيك ارتحت، حسيت حالي بعرفه من زمان. بس ختيار عم بتقولي، بس مثل ما أنا بدي، مثل ما أنا كنت بحلم، طلع هو هيدا فارس الأحلام. لما قلتي لي ختيار، ملامحه الجسدية وين بيعطي عمر؟ كله ما كان مبين عليه، بس شال الطاقية، أقرع، في شوية شعر أبيض براسه. بلش الحديث أنت وياه. بلش هو يحكي، قال لي أنا عمري، قال لي إنه عندي 3 أولاد ومطلق، قال لي فكري مليح. أنا عم بسمع وهز براسي بس. كم ولد عنده؟ 3 أولاد. قديش أعمارهم؟ شاب 23 وشاب 20 وصبية 18 سنة. أنا بعمر ولاده تقريبا. أصغر ولاده. مرحبا أستاذ مالك، كيفك؟ كيف مساء الخير. مساء النور. تفضل. كيف يا حبيبتي؟ منيحة؟ بقلبي. شو اللي بيطلب مجهود أكبر، تكون أب لصبية عمرها 20 سنة أو زوج لصبية عمرها 20 سنة؟ بتصور أب، أنا عندي صبية عمرها 18، بتصور عندي مجهود أكثر لأرضية أكثر من إني أرضي زوجتي اللي عمرها 20 21 سنة. يعني دور الأب أصعب، أصعب من دور الزوج. الزوج صراحة لصبية بنفس العمر. إيه. بين البي وبنته حكماً في صراع أجيال وتباعد فكري. صحيح. كيف هيدا الشيء بتعيشه مع زوجتك اللي هي من جيل بنتك؟ لأنه زوجتي متفهمة جداً، يعني بتحس أنه اختار الطريقة بالحياة اللي هي مقتنعة فيه، ما حدا جبرها عليه، فلذلك بعيش معها مرتاح. بينما بنتي بدي أقنعها بكل الوسائل، لأنه بنتي أول شيء بالدراسة ودائما بدها تناقشني وبدها تضغط تعمل كل هيدا على إنستغرام. سؤال ثالث لكن بدي أسألك، زوجتك مضحية أو زوجك متفهمة؟ زوجتي من الاثنين سوا، مضحية ومتفهمة. عم تظلم حالة؟ لا أبداً.
ابدا ما عم تظلم حالها، انه عايشه قمه السعاده بحسها معي، وانا كمان عايش قمه السعاده معها. قديش عمرك؟ 40. انت باي مرحله من حياتك اليوم نهله تحديدا؟ مرحله اني انا بدي اعيش حياتي، وبعدني انه ما بحس حالي كبيره. يعني الى شو كانت بحاجه نهله المراه؟ لانوثة بيتي من خلال الرجل. من خلال الرجل هو اللي بيرجع بيبني لك ثقتك بنفسك؟ لكن اكيد هو الرجال بيبني لي ثقه بنفسي. كيف تعرفت عليه؟ كنت عم جيب من عنده غرض من المحل، غمزني وغمزته واخذ رقمي وخطيت رقمي، اخذت رقمه. مين عطى رقم الثاني اول شيء؟ انا، لانه عجبني. اول شيء شو صار بنهله الارمله؟ هيك لفت لي نظري، عجبني، اعطيته رقمي. بهاللحظات المرأة كيف بررت إنه عم تعطي رقم تليفون لرجل غريب؟ ما فكرت لها بالمرة. أنا دغري أعطيته الرقم. شو قلتي له؟ حكيني. أعطيته رقم التليفون وهم هون دق لي وحكيت أنا وياه من عشية. بعد كم ساعة؟ من عشية، هو لأن الصبح شغله. ايه؟ أنا من عشية دق لي. بهالوقت كيف قطعوا هالساعات على نهلة؟ بجنون. أنا حبيته كثير. من نظرة؟ والله من نظرة، دغري دغري حبيته. ما بعرف شو لفتك فيه؟ يطلع فيني شامته هون. ايه، وصرنا نحكي مع بعضنا، وصار كلنا محكينا على التليفون وحكي على التليفون. شو اللي لفتك بهيدا الرجل تحديدا؟ شبابه. يعني عم تحكي انت عن شاب؟ انا اكبر منه بكثير. الفرق واضح؟ انا ما بحسه بقى هلا واضح، بحس حولي اصغر منه انا. طيب لما الناس يشوفوكم ببين فرق العمر؟ هلا ساعات بيشوفونا بيقولوا له بس اذا انا ماني مزبطه حولي وهيك يعني ونفسيتي تعبانه وكذا بيفكروني امه. وانا بقول له لا، انا مني امه، انا حبيبته. عم بتقولي يقولوا لكم قد امه. طيب انت عندك اولاد؟ عندي اولاد. ابنك قد ايه عمره؟ 23. يعني هو فعلا من جيل ابنك؟ اي من جيل ابني. من عمره يعني هيك بتشوفهم هلا، ما بتشوفهم بتقول ما بتقول، بتقول عنهم اخوه. بين ابني وبين حبيبي بتقولي عنهم اخوه. يعني حبيبك بعمر ابني؟ بعمر ابني. قديش بتشوف عمره؟ 14. شو اللي عم تختبره اليوم مع نهله ما اختبرته بتجارب سابقه او بعلاقات سابقه؟ اختبرته بس ما بيكون نجح. الصبايا بعمري ما حد فاهم انا وياهم، يعني بنفهم على شغله انا وياها برجع بختلف انا وياها، بينما نهلة خلص تفاهمت، خلص هذا هو دل التفاهم ثابت. يعني ما في ساعة بدي ساعة ما بدي. مرة ناضجة يعني، فاهمين الحياة، واعية أوعى مني. يعني اهتمامات ابنك مثل اهتمامات حبيبك. إذا هو بحب يلعب فوتبول ابنك بحب يلعب فوتبول، إذا هو بحب يسهر بروحوا يلعبوا مع بعضهم. نعم بروحوا يلعبوا مع بعضهم، بيسهروا مع بعضهم، كل شيء مع بعضهم. بلاقيهم هيك حلوين مع بعض. أنا حتى بروح معهم الاثنين، بروح أنا وياه وابني. مين أكبر، والدتك أو حبيبتك؟ من جيل بعض. أول مشكلة جي من جيل بعض جوزة. أول مشكلة جي بين مين ومين؟ بيني وبين حماتي، أمه لحبيبي. من جيل بعض أولاد وابني وحبيبي من جيل بعض. محمد ابنك حبيبي. سؤال غريب ولكن رح أسأله. قلبك هون أو قلبك هون؟ اثنين. في قلب واحد؟ لا بس بشغله على اثنين أنا، بس هذا قلبي وهذا قلبي. بس قلبك على الشمال؟ لا هون معناته أعطي طرطوشة لهون. على يمينك مين؟ محمد. وعلى شمالك؟ محمد. على يمينك؟ حبيبي. وعلى شمالك؟ ابني. اليوم علاقتكم ضمن أي إطار؟ اليوم أنتم مجوزين؟ أنتم خاطبين؟ مخطوبين. مخطوبين بس ما منا العرس. هني خاطبين. انت خاطب؟ خاطب. انت اليوم خاطب؟ وخطيبتك؟ خطيبتي اكبر مني، خطيبتي اكبر مني كمان في 3-4 سنين. شو ممكن هدى تعمل كرمال تشعر ان هي اصغر ب20 سنه؟ بظبط حالي، بعمل سبور، بنتبه على أكلي. ليش هدى ما بتلجأ إلى عمليات التجميل كرمال تبين وتاخد فعلاً
نتيجة 20 سنة أصغر. ما بحب العمليات لأن في كتير ناس جربوا العمليات وطلعوا مش ناشفين معهم. بتخافي؟ بخاف أكيد، أنا أصلاً عندي إبرة بالبيت هي اللي بتعطيني الحياة والجمال، مش ضروري أعمل أنا إبرة بوتوكس يعني؟ لا إبرة؟ إبرة، إبرة للجمال. شو اسمها؟ فؤاد. وهيدي الإبرة بتزغرك؟ 20 سنة. مين بيكون فؤاد؟ حبيبي وعمري وجوزي بذات الوقت. مساء الخير. مساء الخير فؤاد. كيفك استاذ مالك؟ تفضل تفضل فؤاد. بتعرف شو قالت لي قبل ما تفوت على الاستوديو؟ قالت لي عندي ابره بالبيت بتصغرني. صح، بتصغرها لانه انا حدها وهي حدي، روحها من روحي وبناخد اكسجين من بعض. بعد ما بلشت الحديث وهيك مبلشين اجا بتقرب اكثر. اجا ما عم بتشوف الاشارات. بتفضل. كم ابره من هالابر فؤاد؟ على طول هي اجبنا ابره البوتوكس، ابره كل 6 اشهر. نعم. هيدي يومك يومك. هيدي عطول عطول عايشتها ما بالله. يومك يومك عطول عايشتها. عم بتقول وعم بتقول هدى يومك يومك والنتيجة إبرة فؤاد أو عملية تجميل؟ لا إبرة فؤاد أكيد. فؤاد كم إبرة بالنهار؟ فلتاني معي بالقبص. يعني الصبح ظهر عشية. طيب لحبك لفؤاد وحبه إلك بزغرك 20 سنة أو شبابه لفؤاد بزغروك 20 سنة؟ هو حبه وشبابه اثنين سوا. وبدك ترجع 20 سنة لورا؟ هلا بلشت أفهم ليه. حق بلشت أفهم ليه. حق ترجع 20 و30. أنت كم سنة بدك إياها ترجع لورا؟ لازم ضلها لعبة بنظري، وبدي خليها على طول صغيرة. ما لازم تكبر ريدي. كيف تدللي؟ رامي جولييت. رامي جولييت حبيبي تقبرني عيوني. هي انت عم تعطيها قبر، هي شو عم تعطيك؟ هي عم تعطيني كل القبر. الحب. هي شو عم تعطيك؟ كل القبر. كم قبر بتعطيك بالنهار؟ حسب. شو لفتك اول شيء بفؤاد من 25 سنة؟ كان قبل ما تتجوزوا ضربة الكف. شبعني كف، هذه اللي لفتت لي نظري. كف كف أو كف بمعنى الكف؟ لا كف. ضرب الكف؟ ايه. وهو أصغر مني، أنا استغربت أنه كيف هيك أصغر مني عم يضرب أنه بنتك أكبر منه. كيف بأي ظروف ضرب الكف؟ هي كان في شخص بيكون ابن خالتها، من بعد ما توفى بيها صرت اشوفه بيطلع فيه تطليعاته مش مزبوطه. كنا اولاد جيران، توفى بيي، من بعد ما توفى بيي شارك معنا بالحزن هذا، صار يتردد لعنا. قلت له رجعت امي انه سنه بينه وبين البابا توفت الماما. نتيجة هنيك نهار جاي هو عم بحافظ علي كونه أمي قالت له انتبه لها، جاي على البسكليت بدق الباب، بفتح أنا الباب بشيل هالكف وبيضربني فيه. أنا بصير فكر بيني وبين حالي، يا عمي هيدا ولد إجا ضربني كف، ليش ضربني هالكف؟ جيت عم قل له أنا رح أقول لأخواتي إنك ضربتني. وبكيت نهارتها لأنه مؤذي الكف كان هالولد. هي بينه وبين حالها ايه فكرت هيك انه هالولد ضربني. هي ما كانت حاسه انه في غيره وغيره. هالولد اللي ضرب الكف رجع سرق لك قلبي. رجع سرق لي قلبي، هذا المضبوط.